مبدئيا وقبل اي شيء، الاعتذار من شاب الكبار. وانا بعتذر يا جماعه الاخوه المغاربه اللي فهموا الكلام بتاعي على الفيديو بتاع جلوب سكر، غلطوا فهم ان انا بقلل من المنتخب المغربي. لا والله، من انا اللي اقلل من المنتخب المغربي يا باشا؟ ده المنتخب المغربي للمحليين بطل افريقيا النسخه اللي فاتت والنسخه اللي قبلها. فانا اطلع اخبط في المنتخب المغربي الاول بناء على ايه يا باشا؟ انا وحيد خليلزوتش مخلص تصفيات بدري بدري، انا ما جبت سيره المنتخب المغربي خالص. بس هي في ناس كده بتقول لك ان انت غلطت، بس عادي يا جماعه، انا غلطان وانا اسف لو غلط. فاحنا جايين نتكلم النهارده على السيد حسين عموته، وجايين نتكلم على المنتخب المغربي للمحليين، المنتخب اللي لو بصيت على السكواد بتاعه الفرقه دي مش جايه تهزر بالصلاه على النبي. الفرقه دي رغم انها معاها الاردن ومعاها السعوديه، بس كده هم جايين مش بيهرجوا، لانك لو بصيت على القايمه بتاعتهم بعيدا عن ولادنا بدر بنون، وبعيدا عن بن شرقي، وبعيدا عن وليد الكارتي، لا القايمه جامده جدا يا باشا، بدايه من انس الزنيتي ومحمد النهيري وعبد الاله الحفيظي لعيبه الرجاء، ويحيى جبران واشرف داري وايوب العملود وايمن الحسوني لعيبه الوداد، ووليد الكارتي ولادنا بتاع بيراميدز، واسماعيل حداد الخور، وسفيان رحيمي. سفيان رحيمي احنا كنا بنتكلم احنا من اسبوعين على هدف سفيان رحيمي اللي جابه مع العين الاماراتي، وبدر بنون ولدنا، وسفيان بوفتيني اهو، سفيان بوفتيني بتاع الاهلي القطري، وكريم بركاوي، ومحمد فوزير. محمد فوزير ده كان طلع الصاروخ، بس راح المصري السعودي كانت تجربه فاشله بطريقه غير طبيعيه، فاتمنى له ان هو يكون رجع مستوى مع الرائد. ومحمد مسيف الفتح، وعلي بعمير اتحاد طنجه، وحمزه الموساوي نهضه بركان، واشرف بن جرجي الزمالك، وليد ازارو يا اخي والله وحشنا، والله والله وحشنا يا اخي وليد ازارو، وليد ازارو الاتفاق، عبد العالي المحمدي، ابها محمد شيبي الجيش الملكي، مروان سعدان الفتح السعودي، ادريس فتوحي السليه القطري. بتقول لي يا باشا ان انا بغلط في المنتخب المغربي؟ دي القايمه دي بالصلاه على النبي قايمه حرب يا باشا، مش قايمه كاس عرب. لا احنا جايين نهرج يا باشا، احنا كمنتخب مصر رايحين كاس العرب دي بنهرج، انما قايمه المنتخب المغربي الناس دي جايه تنافس بجد يا باشا، ربنا يستر بصراحه ويبقى شكلنا حلو في البطوله دي احنا كمنتخب مصر. اما المنتخب المغربي فزي ما قلت لك، من انا لا اسخر من المنتخب المغربي الاول يا باشا؟ ده انا بحترم جدا المنتخب المغربي الاول، وبحترم جدا المنتخب المغربي المحليين، ومش بعمل كده عشان مشاهدات، لان بنزل فيديو الساعه 9 الصبح اكيد مش هجيب مشاهدات. محتاجه بقى ايه؟ بس لو عجبك الفيديو يعني اعمل لايك واعمل سبسكرايب وخير، اللهم اجعله خير.